كعادة المنافسنات داخلين الحلقة بموت حلو، بس يا ترى المود ده هيكمل لآخر الحلقة ولا لأ؟ أنا عايز أرقص بقى عضلاتي. And now you are back from outer space. آه ايه؟ أيوة عجبتها. يا بنانا لا حول ليا ولا إيه. غنين. جربت الحب مرة بلاش مرة هي مرة هي مرة أنا عشت في ليالي كانت أيام مرة مرة؟ بكم في حلقة جديدة من برنامج نفسنا، برنامج النساء الأول في مصر والوطن العربي وكوكب الأرض كله. بتقلدك على فكرة عادي جدا وانتي ساكتة. عايزاكوا تعرفوا ان رسائلكم بتوصل لنا من كل أنحاء العالم، من تونس ومن المغرب ومن السعودية ومن العراق وحتى من لندن ومن ألمانيا ومن فرنسا ومن إيطاليا. كل الرسائل دي بتوصل لنا على فيسبوك وإنستغرام، واحنا مبسوطين جدا 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 وبنحبكم قوي قوي قوي، واكيد دي حاجه كلنا موافقين عليها. انك تقلديني ده عندي ارحم، ما تغلطي فيا وتقولي كلام ملوش لازمه. انا مش محتاجه اقلدك انتصار. اما مصر وطن العربي بتاعتي بصراحه. انا حبيب عشان بقول ان انت بتقولي ان برنامج النساء الاول في مصر. لا ما بقولش في كوكب. أيوة. ما بقولش. انت قدمتي البرنامج قبل كده قلتي برنامج نفسنا البرنامج الاول في مصر والوطن العربي. وبديلكوا فرصه تقولوا نقشها مني وهزقكوا كلكم. ما تقلديش يا قلوب. انا قد كده يعني اللي بتقلدي الناس اللي ما عندكش الشخصيه. التاج لاين بتاع البرنامج، التاج لاين بتاع البرنامج مش بتاع اي حد فينا، ده بتاع نفسنا كلها. انا اللي عملته التاج لاين. سوري اعملي تاج لاينك خاص بيكي. انتي ما عملتيهوش. انا اللي عملته. لا مش انا اللي قايله مصر وطن عربي. لا ده كان في التتر. انتي عملتيه امتى يا انتصار؟ انا اللي عاملاه في التتر اساسا. ابجد اساسا هي المدرية اللي قايله في الاول وكوكب الارض. انتي اللي عامله البرنامج. لا انا اللي عامله مصر وطن عربي. انتصار اللي عامله البرنامج. انا اللي عامله مصر وطن عربي. انتي اللي عامله البرنامج دي بتاعتي. كل حاجه بتاعتي. هاتولي يا اولاد زيت خر وعلى الرجل. ما وجعنا. لو قلتيني تاني هعمل فيكي ايه؟ ما وادعنا النهارده. عمالين تفسخوا كده في اللوجو وناسين ان كوكب الارض بتاعتك اصلا. انا عيب عليك. كوكب بتاعتك. كوكب بتاعتك. ومصر وطن عربي مش بتاعتي؟ البرنامج كله بتاعك يا انتصار. اعطي لكل نزيه حتى مواضيع لذيذة قوي 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 قوي. وهي في حلقة النهاردة من نفسنا هنتكلم عن لو حبيبك سابك وحب ورجع لك. اللي بيحب عمره ما يخون، عمره ما يرمي اللي بيحبها، عمره ما يلاقي ما يشوف واحدة تانية أو يلاقي واحدة تانية أجمل حتى لو هي دميمة. ضل راجل ولا ضل حيطة؟ أنا مع ضل الحيطة، لأنك لو بصيتي كويس قوي للحيطة اللي هتستندي عليها هتلاقي إن الحيطة عمرها ما هتخون. لقاء مع عماد كمال. وعد باك لي أول معنا، لو صاحبك حبيبك جاء قال لك باي باي شكرا ميرسي او ريفوار أنا هسيبك فينيتو لا موزيكا، وبعدين راح واحدة تانية وحبها، وبعدين ندم وكره حياته وفهم غلطته ورجع لك وقال لك انا بحبك عايزه ارجع لك، انت الحب الاول والاخير، يا ترى تعملي ايه؟ صبرني يا رب على القلوده. انت صار اي حد في الدنيا فاهم ان انا مش محتاجه اقلدك.
قلودة. مفيش أي سبب إن أنا أقلدك. قلودة. أنا أحلى منك، مثقفة عنك، وأذكى منك، وحضوري لا أحسن منك. بلاش الحضور دي. لا أنا مش مستنية رأيك يا هيدي أساساً، مش مستنية رأي أي حد فيكم، ده رأيي الشخصي. بالظبط. فز في رأيكم. احتفظي بيه لنفسك. فينيتو لا موزيكا. احتفظي بيه لنفسك بقى. طول ما انت لابسه الستاره دي. استنى لو هستنى رايكم عني مش هخلص، فانا مش عايزه اعرف رايكم اصلا. على فكره هنا فيك كويس، انت ليه فاكراني وحش؟ من امتى؟ طول الوقت انا فاكراني وحش. احنا يا ريت تقولي للكاميرا رايك فيا. ما الكاميرا بتصوني من جميع الاتجاهات، مش محتاجه ابص لها. اي واحده فيهم. لا قولي للجمهور. الجمهور عارف ان انا بحبك مش بكرهك. انتوا عارفين ان هي بتحبني؟ هم قايلين لهم ان في بيسقفوا. تعالي يا قلودة، يا قلودة. الحقيقة ان انا عندي مشكلة في سوء تفاهم كده، في ان احنا ننفسن على بعض او نشتم بعض او ان احنا نهين بعض. يمكن في عدم فهم بالخط اللطيف الرفيع ده اللي ما بين الهزار وما بين اللي هو الكلام اللي هو بيبقى تقيل شويه على الترابيزه. فحبيبه احنا كنا بنهزر معاها وبنقول لها، او انت صار بتقول لها انت بتقلديني وانت قلوده، زي ما بتعملوا معانا كتير يعني، انت قلوده وانت مالكيش شخصيه مستقله وانت. فراحت حبيبه رد قالت انا احلى منك يا انتصار، واكيد مثقفه اكتر منك، واكيد عندي حضور اكتر منك. فانا رديت قلت لها لا بلاش حته الحضور دي برضو يا حبيبه، لسه هقولها عشان انتصار قديمه ونجمه ومعروفه وعندها خبره. فقالت لي انا مش عايزه رايك، طز في رايك وطز فيكوا كله. ف مش عارفه ليه استثقلت الكلمه دي، يعني حسيتها تقيله. رايكوا ايه؟ مش عارفه. انت شايفه ان في مشكله؟ انتوا عاملين رياليتي. شايفه ان في مشكله؟ كلنا فاكرين ان في مشكله عشان قمتي ومشيتي. طب وليه المشكله ممكن تكون منك انت مش ممكن تكون من انتصار؟ لا انا زهقانه. انتصار فاكره ان هي نفسها، هي قالت انا قلت حاجه انا قلت حاجه، بس انا خلاص زهقت عايزه اخلص. انت زهقتي؟ مستعجله. عايزه انام. عايزه تنامي؟ اوكي. لا بجد في صدقيني احنا وراكي. يعني انا دي نوعيتي، ما اعرفش اشتغل. اذا كناش بنضحك كده والحياه تبقى تمام، ما اعرفش. طب هي هتروح تعمل ايه؟ سخنين وتمام. هي مش عارفه ليه ايه اللي بيحصل لها مع نفسها في الاوضه. مش انا مش عارفه، انا مش عارفه. وهي خلي بالك برضو هزار الطز فيكوا على الهوا من اصغر سنا عيب، صعبه غير لما تبقى من الاكبر سنا. يعني مثلا انت ما تقولي، انت لو قلتيها تعدي على الترابيزه، انا ده رايي وطز فيكوا، يعني تعدي. لا وما ينفعش لنا. لا لو قلتيها تعدي، لو انا قلتها على الترابيزه تعدي. لا بس في حد ممكن يقولها تعدي، مش شتيمه. هو احنا مش هنعديها عشان احنا مش عايزين نعديها، ولا مش هنعديها عشان هي تقيله؟ بس هي ما تصحش، معلش، ما فيش حد يقول طز فيكوا في رايكم. يعني انا لو قلت لك طز فيكي يا انتصار انت، وطز فيكي وفي رايك. لا انا قلت لك طز فيكي يعني كنت احترم الراي الاخر، لانك قاعده تطلعي على التلفزيون تعلمي الناس. يعني انا ازاي شكلي ايه لما حد يقول لي طز في رايك؟ انا ازاي الناس تحترمني على الكاميرا لما انت بتقولي طز في رايك؟ مثلا بتحقري مني ليه؟ انت جايباني في البرنامج تحقري وتقللي مني؟ انهي مرحله من الجمله؟ يعني هو سابك، ده له رد فعل،
وحب واحدة تانية ده له رد فعل تاني، وعايز بقى يرجع لك بعد كل ده وتسبحيه ده له رد فعل تالت خالص. فحسب انت في أنه مرحلة من الجملة هتتصرفي. I'm sorry I can't do this. يا حبيبي خلاص. I'm sorry I can't do this. ليه؟ This is ridiculous. غالبا قالوا لها ان انا زعلت وقمت. اللي حصل المفروض ما يحصلش، لان تحت اي ظروف اللي قاعدين على الترابيزه دول ممثلات فنانات مش مذيعات، فاحنا دلوقتي قاعدين على الترابيزه بنمثل دور المنافسات، فما ينفعش حبيبه تفضل بالحاله اللي حصلت لها. كان لازم هي تعمل كنترول على نفسها اكتر من كده. حبيبه لو تشيل من دماغها إن حد مضطهدها، إن إحنا متكتلين عليها، إن إحنا ضدها، هتعرف تقعد معنا على الترابيزة. طب ممكن نسجل الحلقة وكرسيها فاضي؟ نفسنا صعب عليك، ما ينفعش إن أنت ما تكمليش الحلقة، ما ينفعش إنك تقومي من على الكرسي بتاع الشغل، تكملي شغلك لغاية الآخر، أنت ست مسؤولة. بعد كده اعتذري بقى، عاقبي، طلعي عينيهم اللي ضايقوكي أو شوفي الغلط فين، لكن مش في الشغل. نكمل طب الشغل ده، هما الحلقة كلها هي نص ساعة، يعني نشتغلها نص ساعة يا ما نشتغلهاش. بعدين انت مش لوحدك بتشتغل، انت بتشتغل ومعاك زملاء ومعاك جمهور قاعد بيبصلك منبهر بيك ومعاك مصورين على 7 كاميرات. لو عرفت ان كل ده وراك، حتى لو انت نفسك متألم من نفسك بحاجة شخصية، هتكتمها وتكمل. فقرة صعبة او حلقة صعبة. طب نعمل ايه بقى بجد فعلا؟ انت هتاخدي الشخصية. خشي من الجملة دي بس خدي من عندها. يا بجد انا ما بعرفش اعمل الحاجات دي والله. انت تعرفي. طب خدي طب الجمله من هنا. طيب وخلصيها كلها انا وارجعي لك. هو دور على الامل. سيبي بقى بدريه. ايه انت بتقولي جملتك بدريه ودور عليها؟ بدريه اوكي. شو بنتك كانت هنا؟ جرافيك اتشفطت. وانت جيتي امتى؟ هو لسه يا معلم بواصله من حواله. طب ما انت ليه نص ساعه خليك تقطع على انا رايي انه حسب كلامك. طب رايك. طب انا مش هقول. يا هيدي قولي يا اختي. طيب يا جماعه انا برضو مصره اقول رايي في هذا البرنامج. محدش طلب رايك. قال جمهوري. جمهوري. شفتي معتقده ان عندي جمهور؟ شفتي جمهوري دي عندها والفانز طبعا. فكرت بمين؟ دي مأجرة. جمهوري بالثري دي اهم اللي هناك دول شايفاهم. ايوه انا بقى رايي انه حسب المرحلة العمرية اللي بيحصل فيها الموقف ده. يعني لو انت بقالك مع الراجل ده فترة ومتجوزاه مثلا وبقالكوا سنين مع بعض ومستقرين نفسيا وعاطفيا وكبار في السن وعندكوا استقرار عاطفي، لو عمل كده يبقى زي ما بدرية وانتصار بتقول بيقولوا انه لو بعني وسابني ما ينفعش تقفي تاني. بس ساعات بتبقي صغيره في السن وهو لسه صغير في السن وانتوا لسه في اول علاقه، يعني متصاحبين وهو برده ما شافش ولف ودار وكده، وانت يمكن اول حب في حياته، فيجي حد يشد انتباهه ويجذبه فينساق فتره وبعدين فعلا بعد التجربه يفوق ويكون نضج وعارف وفهم الدنيا وعارف قيمتك ويرجع لك وعمره ما يسيبك. فحسب الظروف والمرحله العمريه بتاعت كل شخص وكل تجربه. ده رايي. انا تالي ان يعني الست حتى لو بقى عندها 50 سنة وحاسه بالاهانه في انها اتسابت من راجل مش هتفكر ترجع له، الا اذا يعني هي يعني ايه الا اذا اولا لو مش لاقيه فعلا حاجه اقولها عشان الاقي مبرر يرجع. محتاجه له يعني يصرف عليها، محتاجه له يبقى ونس معاها. لا طب وليه تقعد على ذكرى كل ما تبص في وشه تفتكر ده؟ فاضيه هتبقى عيشه سودا. هي فاضيه. لا فاضية ايه؟ لا 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 فاضية برضه يعني تجيب حاجة تضايقها في حياتها. واحد طول ما كل يعني ما يعدي من قدامي كده كل ما اجي اكلمه طول الوقت اقول له انت عملت وعمل، لان مفيش ست بتنسى. مرفوض تماما ان هو يعرف حد ويروح ويرجع لي تاني. مرفوض مش في قاموسي. والله لو بحبه كده فهكمل معاه عادي حتى لو سابني ورجع تاني. يعني مفيش حزيات في الحب يعني ومفيش كرامه في الحب. يعني الواحد لازم يكون مرن. بعدين القلب ضعيف. يعني الواحد لو بيحب حد وقلبه ضعيف تجاهه هيبقى مستني تليفون منه مش مستني يرجع. يرجع عادي وماله. يعني الواحد ليه مخشن الحياه؟ يعني لو سابني عشان واحده
لا ساعتها بيتهيألي هيبقى صعب عليا اسامحه. لازم احس بجد انه ندمان وبجد اعرف قيمتي وابقى عندي ضمان كده داخلي ان هو مش هيكررها تاني، لانه ساعتها هيبقى رجوع صعب. ضربك السلك ضربني السلك أو ممكن اوافق لو ضربني السلك. سن العنس قرب او جاي او يا جماعه جاي راح الراجل ندمان ندمان بجد، ميعاد الخلفة قرب يروح، وفكره ان البني ادم يغلط ويسامح مش موجوده عندكم؟ بصوا بقى يا بنات، بصوا يا ستات، عشان ايه لو اتحطيتوا في الموقف زي ده تعملوا ايه؟ خديها مني نصيحه، اللي بيحب عمره ما يخون، عمره ما يرمي اللي بيحبها، عمره ما يلاقي ما يشوف واحدة تانية أو يلاقي واحدة تانية أجمل، حتى لو هي دميمة بس هي بالنسبة له ملكة جمال، لو شاف ملكة جمال ولا هيبص لها، الدميمة دي بالنسبة له هي ملكة الجمال. بس الرجالة مش كده، أنت الرجالة عايشة في كوكب آخر، الرجالة شايفة برضو نفسها شوية مع نفسهم بقى. أنا اللي معايا على الصراط المستقيم. أنا شايفة مصطفى ده ازاي يطلع متجوز. ايوه تحسي ان الثقه اللي هم دايما يعني بيحصل لهم كده كت كده بتاع ده كت على طول. مصطفى عند مراته ايه يا حبيبتي؟ لا بدريه في نفسها، انا مسجل هترجع مش شايفه قدامها بالليل. سيبك منها، لا ده انا بايت النهارده، بس بقول لك ايه، هروح على الساعه 2 كده. لا انا كنت في المسرح. بالاحضان يا روقه، بالاحضان يا حبيبتي. كت نرجع تاني. مصطفى لا يمكن لا يمكن يعمل كده. كت تاني بيبوس. يا نهار اسود. لا بقول لك يا مصطفى، قصدي خليكي معايا يا حبيبه قلبي والنبي. ما ينفعش يسيبك ويروح لواحده تانية ولما يجي لك تاخديه بالاحضان. ماشي محتاجاه، بس يعرف ان الله حق، يعرف ان اللي عمله ما يصحش، يعرف ان اللي عمله ما ينفعش يقبله عليكي او يقبله على نفسه. لازم يتعلم الادب ويرجع راقع ليكي ويقفل الصفحه المهببه اللي فتحها في ناحيه تانية. خلصت فقرتنا، نطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعدها. استنونا لحد ما اشوف مصطفى فين. ظل راجل ولا ظل حيطه؟ لو بصيتي كويس قوي للحيطه اللي هتسندي عليها، الحيطه عمرها ما هتخوني. حته شغلك هتسندك وتقويكي، هتوصلك لحيطه تانيه، مستقبلك، مستقبلك اللي غير مهدد ان هو يطلقك في يوم من الايام. ورجعنا بعد الفصل لموضوعنا التالي، وهو سؤال غالبا هنتكلم كتير قوي في الفقره دي، وهنخرج برضو مش عارفين اجابه واضحه وصريحه وصائبه عليه. السؤال بيقول ظل راجل ولا ظل حيطة؟ ده سؤال، ده سؤال مش مثل، يعني اخره علامة استفهام كبيرة كبيرة وفيها دايرة تحت. هو كان مثل زمان كانوا بيقولوا ظل الراجل، ظل راجل ولا ظل حيطة، يعني ان انت تتجوزي راجل ايا كان الراجل ده، ولا انك تعيشي لوحدك بين اربع حيطان، انسانة وست ضعيفة ووحيدة. احنا بقى حولناه لحقيقه وحياه، ده كان مثل احنا طبقناه. بقى في ناس كتير قوي وبنات كتير قوي ستات كتير قوي بيتجوزوا جوازات مش حابينها، مش مقتنعين بيها، مش شايفين ان هي احسن حاجه ليهم، عشان يطبقوا المثل ده لانهم مقتنعين قناعه تامه بيه. فاحنا النهارده هنسال بعض وهنحاول نجاوب على السؤال الوجودي الفظيع ده. انا مع ظل الحيطه. انت مع ظل الحيطه؟ انا مع ظل الحيطه، لانك لو بصيتي كويس قوي للحيطه تيجي عليها هتلاقي ان الحيطه عمرها ما هتخونك، هتلاقي ان الحيطه ملهاش طلبات، هتلاقي ان الحيطه عمرها ما هتسخفك، او لو ما عملتلهاش الغدا النهارده هتقلل منك. لو بصيتي للحيطه كويس هتلاقي ان ليها مميزات كتير جدا ممكن تسندي عليها، وعمرها ما هتميل بيك الا لو قام زلزال، عمرها ما هتقولك كفايه كده بقى اوعي وجعتيلي كتافي. الحيطه يعني الحيطه ما بتاخدش مقابل، يعني ممكن العمر كله تفضل واقفه كده متقبلاكي بكل عيوبك بكل مشاكلك وبدون انتظار اي مقابل، يعني ومش محتاجه الحيطه كمان انك ترقصي لها وتلعبي لها السيرك على الحبل وتلعبي لعبه القط والفار والشد والجذب، وتراقبي موبايلها وتراقبي هدومها وطول الوقت دي تخففي عنها وتشوفي مشاكلها وتقولي لها فضفضي يا حبيبتي انا سرك. خالص خالص، شفتوا قد ايه الحيطه
جميلة ولطيفة ولذيذة. ده العمل بقى هو الراجل وبقى هو الحيطة وبقى هو الحب وبقى هو كل حاجة، لكن طبعا لا غنى للمرأة عن الرجل أبدا أبدا لكي تستمر الحياة. الحيطة يا حبيبة قلبي ممكن تنقلك لحيطة أكبر، يعني حيطة الدراسة هتسندك وهتوديك الحيطة بعدها، حيطة شغلك، حيطة شغلك هتسندك وتقويكي، هتنوصلك لحيطة تانية مستقبلك، مستقبلك اللي غير مهدد ان هو يطلقك في يوم من الايام وتبقي في الشارع، ان هو يحب عليكي في ان هي تحب عليكي في يوم من الايام. مستقبلك ده هيخليكي في مكان اكبر. الحيطه دي اللي بتسندك من حيطه لحيطه لحيطه ممكن من نشوفيتها وجموديتها تكون حنينه عليكي اكتر من الراجل، لان الراجل في طبعه الغدر، الحيطه لا، سند ونعم السند. ومش معنى كده ان الراجل وحش، لا، في حاله ان احنا بنختار الراجل ولا الحيطه، لو الراجل وحش يبقى الحيطه ماشي، عشان ما تقولوش بدريه الحيطه وانا هقعد الحيطه تطبطب عليا حيطه، لا هو الراجل، بس في حاله ان هو اللي يسندك ويكون هو ظهرك الجامده، هو الحيطه، هو الراجل في نفس الوقت، الحيطه والراجل. طالما فتحتش بقى موضوع الحيطه، الست لما عندها حته دراستها، حته شهادتها، سواء دبلوم صنايع، دبلوم زغرفه، جامعه، دكتوراه، حته شغلها، حته ازاي تكبر في شغلها، طول ما هي عماله تمشي من حيطه لحيطه لحيطه ما بتفكرش في الحاجات الوحشه، تبقى دايما بنت كويسه، بنت بتصحى الساعه 7 الصبح عشان انزل تروح شغلها، مكافحه بتشتغل، بنت بتصحى الساعه 7 الصبح عشان رايحه تحضر محاضره عشان بتعمل دراسات عليا، بنت مشرفه ابوها وامها وبعد الدور بتقعد تذاكر، بتنام بدري عشان خاطر ما عندهاش وقت للرغي في التليفون ومعاكسه واحد على الفيس، وتنزل من ورا اهلها وتسرق مفاتيح العربيه ولا تسهر بالليل وتحط مخده مكانها وترجع متسحبه واختها تداري عليها وتقول انها نايمه جوه عشان هي طول الوقت بتفكر في الرجاله من الفراغ، فسمعتها حلوه وسيرتها حلوه ومشرفه ابوها وامها ومشرفه عيلتها كلها. فشفت ازاي ما بتشغلي نفسك بنجاحك وبالحيطه اللي تسندك بتفيدي نفسك وبتفيدي اللي حواليكي. صح. لكن لو ما عندكيش ده كله طول النهار مخك شغال في ايه؟ في الراجل وفي العلاقات وفي الجواز. اشمعني انا؟ ما حدش عبرني، ده بص لي، اقصر الجيبه، اطول مش عارفه الصدر كده واقوره يمكن يشوفوني في طول الوقت، تبقي تافهه. بنت تافهه. أنا شايفة بقى إن المشكلة أساساً في الأساس يعني المقارنة في حد ذاتها مش منطقية ولا واقعية بين الحيطة وبين الراجل، وبين الراجل، لأنه أصلاً ده تفكير أنا في رأيي مريض، لأنه مفيش مقارنة. مش معنى إن أنا عايزة أكون مستقبل وعايزة أعمل حياة وعايزة يبقى عندي فلوس ورصيد في البنك ويبقى عندي حياة أمان إن هو ده الحل الوحيد، إن الراجل هو اللي هيوفر لي ده. النظرة دي أصلا نظرة مريضة، وهي اللي عملت المثل ده وخلتنا نطبقه في حياتنا، إن ضل راجل ولا ضل حيطة، وكأن الراجل هو المصدر الوحيد للأمان والاستقرار وللنجاح ولتحقيق الذات وللأسرة على فكرة غلط خالص. المقارنة ظالمة للست وللراجل، وهتعمل في الآخر أسرة مريضة ومجتمع مريض أكتر. وخلي بالك الراجل يا جماعة، الراجل بيحب الست القوية يا جماعة، انتوا ليه دايما الراجل هو الامان، الراجل مش عارف ايه، الراجل بيحب الست القوية طبعا، بيحب الست المالية مركزها، مش كل الرجالة الست المفتحة. اقولك ليه؟ في رجاله بيحبوا الست الضعيفه، لا، اللي ما عندهاش شخصيه، لا قويه مش بتضربه في دماغه ولا قويه بتنطحه ولا في نديه، شخصيه يحب انها تبقى قويه. ليه؟ عشان هو لو غاب هي شايله البيت، يعتمد عليها، لو سافر مثلا يكافح او عنده مشروع هي تشيل، عارف ان فيها تفتح الباب ب 100 راجل، تفتح باب وتحافظ على الاسره وعلى البيت، يبعت الفلوس عارف ان هي مش هتصرفها، لا هتحوش منها وتعمل شقه لغايه ما يرجع، لو مات عارف ان هي هتربي له عياله وهتصون شرف. يعني احنا كلنا مجتمعين طبعا على ان المراه القويه قويه ومفيده جدا في الحياه لنفسها وللمجتمع، بس انا برضو يعني الحيطه هقول حاجه بلاش تتمزميزي كده الحيطه يعني وتمزميزي كده بتكسفينا في القعده بصراحه يعني دوبا مالين مركزنا كده وانت فجاه تقومي متمزمزه كده يعني بدري قلت الحيطه مش بتطبطب، لا لا ما تلينيش صوتك عشان تستعطفي الرجاله اللي بيتفرجوا عليكي. وعلى فكره انا قلت بس ما قلتش بالطريقه دي، انت ست محترمه. انا عملت الحيطه مش بتدلع،
ومش كده بتاخد ادلع طب طب مثلا بس خلاص شفتي بقى بدريه ويقول لي ايه اتغيرت عليه ايه دي الاغنيه دي اغنيه ادلع وطب طب ويقول لي انا غيرت عليه انا زعل اسكتوا اسكتوا نطلع تقرير يلا يلا اسكتوا مش حابين اغنيه بدريه ليه الحيطه اهم بجد من دل الراجل طبعا اكيد لا دل الحيطه الصراحه لقيته احسن لا دل راجل رجاله ما لهمش امان دل الحيطه احسن من ما يبقى دل راجل ويطلع اي كلام ما ينفعش ان احنا نعيش من غير راجل يعني الرجاله والمراه والحاجات دي كانت ايام زمان ابيض واسود دلوقتي الست ما بقاش تعتمد على الراجل في حاجه بالعكس هو اللي بيعتمد عليها في كل حاجه دلوقتي دل الحيطه لا دل راجل طبعا مش دل اي راجل يعني عشان اعيش حريتي لازم البنت تتجوز وتخلف وبعدها اسره عادي في ناس ممكن تعيش حياتها لوحدها احسن من مع راجل يعني بصوا بقى يعني عايزه اقول لكم انه خير الامور الوسط ما يبقاش كل تركيزك في حياتك ان انت تبقي منساقه او تحت ظل راجل بس ما عندكيش طموح في الحياه يعني ما تبقيش روقه مثلا في فيلم العار مكرسه كل حياتها وصحتها وتركيزها وطاقتها في ان هي تخدم مكرسه الشيشه اول باول ومكرسه الشيشه اول باول عشان مزاجه عشان مزاجه وما تبقيش كمان لبنى عبد العزيز في فيلم من حواء اللي هو انا لا انا ما اتجوزش راجل انا ما بقاش تبع الراجل انا ست مستقله انا ما تبقيش برضو مريضه بفكره الاستقلال الأعمى اللي هو كمان مش منطقي فخير الأمور الوسط الوسط دايما لطيف في كل حاجة نخرج فاصل ونرجع استنونا استنونا في ذا وينر وشاطر جدا وطلع في اكس فاكتور يعني احنا جايبينه عشان الناس تعرفه وبيقول لك انا بنفسي وكمان هو اللي بيعمل اغاني بتاعت اسعد الله مساءكم انت ازاي عرفت انك 100 صوت ورجعنا بعد الفاصل لفقرة الضيف الفقرة الجميلة اللي أنا بحبها الضيف بتاعنا النهاردة كان نجم في ذا وينر وشاطر جدا وطلع في إكس فاكتور وكمان هو اللي بيعمل أغاني بتاعت أسعد الله مساءكم وهو ليه 100 صوت وبيقعد يقلد الفنانين ويغني بأصواتهم ويقلدهم بالظبط بالظبط عماد كمال أنا عماد كمال مطرب وملحن شاركت في برنامج ذا وينر إز الحمد لله وصلت للنهائيات وبعدها شاركت مع اخواتي وحبايبي فريق لايف تيم مع النجمه دنيا سمير غانم في برنامج ذا اكس فاكتور والحمد لله يمكن معظم الناس بتعرف صوتي بس ما تبقاش عارفه شكلي قوي انا اللي بغني كل اغاني برنامج ابو حفيظ نفسنا برنامج مختلف جدا جدا ليه جمهور كبير وليه قاعده شعبيه كتيره الان جدا من انتصاره بدريه بدريه بالذات يعني لو نفسنت على بدريه مش هتسيبني في حالي تعالى يا مخاوي تعالى يا خفي الناس كلها بتسمع صوتك وحافظه اغانيك وحافظه البرنامج ومش عارفين ان انت ده سبحان الله ما بتزعلش ولا ايه بنفسن طبعا وبزعل وبعمل كل حاجه من اولها بينفسن اتفرجي بقى يعني احنا جايبينه عشان الناس تعرفه وبيقول لك انا بنفسن الولد جاي لك بنفس انجاز من اللي بيتعمل فيه عامل ولا 50 اغنيه احنا هنعرف الناس بيك اتفضلي عماد كمال والله لا يعني عملتي فرق كبير على اساس انتصار مش لسه معرفاه غني لوحيد شويه انا لو عايز اربط بينك وبين الاغاني اللي بنسمعها كنا في ما هو هيغني اسعد الله مساءكم طب انت حابه تسمعي ايه حابه تسمعي حاجه من اسعد الله مساءكم ولا حاجه عشان نعرف ان انت ده عشان نعمل اللينك معانا ومعاكم عماد كمال فابو حفيظه عملنا اغنيه كانت للفنان الكبير مدحت صالح انا طبعا بتلخبط بين كلام الاغنيه الاصلي وكلام الاغنيه اللي بتاعت ابو حفيظه فكانت اغنيه رافضه كزماني فاكرم مسجلي لي فيديو ساعتها وقلدنا كذا حد من الاصوات فحصل بقى اللي هيحصل دلوقتي اوكي انتوا بقى تعرفوا مين يعني احنا رحنا شويه بهاء سلطان لاحمد سعد لجورج وسوف محمد فؤاد عملت حبه منهم كده ربي يستر
أنا كل سنة بروح المعمورة، أركب عجل وأفوت كم صورة. أنا كل سنة بروح المعمورة، أركب عجل وأفوت كم صورة. مستخسر فيا أخد العربية، مستخسر فيا أخد العربية، وأطلع الساحل أعود لي شوية. أروح بها سلطان. وأطلع الساحل أعود لي شوية. كمان. يا ربي. بجد. الناس كانت بتسالني يعني دايما، اي حد في فاهم في الموسيقى بيخاف على مطرب ان يكون بيقلد صوت وانت صوتك يتوه بينهم. فازاي انت تقدر تعمل ان انت تغني الحاجه بصوتك انت يعني من غير ما تبقى انت يعني انا مثلا غنيت اغاني المنير واغاني الفؤاد واغاني عشان صوتك ما يروحش في حته تانية. يعني مثلا هو بيروح صوت اللي بيروح بس بيجي على طول ما بيتاخرش يعني بيروح. بس هو بيشتغل الشغلانه دي وبتجيب له فلوس يعني، وحطيته على الميديا. كان ممكن لو قعد غنى بصوته 10 سنين ما حدش يشغله بالظبط، لكن لما راح جاب فلوس وتواجد معانا هنا وجالنا هنا اهو. عماد كمان انك بتروح بصوتك في حته ثانيه يعني، في ناس لما راحتش هتتشهر وتتعرف يعني. عملت مثلا انا كنت بحاول طب غني منير. اغني منير؟ منير ولا انا بقى؟ غني انت. انت منير، انت مش لازم بقى يعني، ما انت جيت خلاص. يعني احنا مثلا هنقول حته مثلا بمنير. احنا ازاي كنت رايح؟ وانا رايح وانا رايح عملت كده، قلت جاي من بلاد البعيد، لا زاد ولا ميه، وغربتي صاحبتي بتحوم حواليا، وانت تقولي لي بحبك تحب ايه فيا، وده حب ايه ده اللي من غير اي حرية. طب انت ازاي عرفت ان انت عن يعني انت مكشره اللي انت بتكلميني يا بدر؟ هي كده و انت ازاي عرفت انك عندك 100 صوت؟ لا لا انت اوفر كده ليه؟ ده انت هسيبك انت بقى تقولي. لا لا انا مش قصدي للدرجات. انا اوفر يعني؟ لا طبعا. طب ممكن تغني لي ال 100 صوت؟ على فكره دوت كانه هيلعب بيك، اوعى تخش في علاقه معاه. لا دخلت خلاص. هو لحد دلوقتي كده، لحد دلوقتي عملت حاجه غير ان انا قلدت لك اصوات؟ ايوه الباقيين دول 100. نفسي تقولي لي غني، انا بقى نفسي تشيريني بقى بدري. طب يلا غني يا عم، انت بتروح كتير، عايزين نشوف مروحتين ثلاثه اربعه. لا لا طب تعالى مره باغنيه انت عايز تغنيها. يعني انت دلوقتي عملت لنا بهاء ومنير وفؤاد ومنير ومنير وايه؟ لا ما سمعناش احمد سعد. فؤاد لا احمد سعد عملها في الاول خالص. والله؟ سمعت احمد سعد ولا ما سمعتش؟ سمعنا احمد. ايه ده، يبقى انا اللي مش مركزه. نقول لكم حاجه احمد سعد يعني؟ حاسس بخنقة وضيقة، حاسس إن أنا بتهد، في ناس من براها بريئة بس من جواها تخوف. هو إيه اللي حصل في الدنيا؟ أنا حاسس إن أنا موجوع، عمال بتعذب، ده انا بنزف من بره ومن جوه دموع. بعدك مش هيموتني، لا بالعكس ده انت حيتني، كل حاجة بك ربطتني، خلاص اتعطاه. انت بجد جرحك ليا، علمني ما علمش عليا، ويوقفني على رجليا، خلاص كلامي انتهى. لا بس هو عرف يلعبني.
هو عايز عماد وبعد كده احمد. لما تتشهر باغنيه لمطرب تاني وانت ورا الكواليس ومثلا ابو حفيظه اللي بيمثل لا وبيعمل سينك معاها وبتتشير بتشير ومحدش عارف ان ده عماد ونعمات بيغني وكويس لا يعني عادي ما بتضايقش. هو السؤال ده يعني انت هترد عليها؟ ده السؤال بتاعي انا. ايه عماد؟ هو انت طلعت من دول؟ خايف على شعوري اللي لما مراتك تيجي وبكتفك؟ ايوه لما مراتك تيجي بتخاف؟ لا لا مسيطر قوي ما بتنشرش حبيبتك؟ لا مسيطر قوي بعمل سندوتشات بس. عماد اتفضلي جاوب على سؤالها. عماد هنا دلوقتي ولا شويه كده؟ لا جاوب دلوقتي عشان نخلص منها. لا ولا شويه انتوا الاثنين حبايبي دلوقتي ولا شويه؟ انت عارف الرجاله دي؟ ايوه رد عليه. طب دلوقتي ولا بعدين؟ خايف رد فعلها. جاوب يعني. قال لك جوزك ايه خرجها من الحجز. خمس سنين مع ابو حفيظه انا مفيش اغنيه بغنيها كلامها الطبيعي. نطلع فاصل سريع ونرجع تاني. استنونا. ليلتنا نجف يا عماد ليلتنا نجف. اول مره اعرف ان انت بقيتي كمان مسيطره ان انت هتسوقي فيها بقى. هكمل السيزون لوحدي شكلي. وعاتبك من الفاصل لعماد كمال غني. وانا عايز اغنيها لنفسك او لخطيبتك اديها لها هديه. في اختياراتي لا لا مش عايزين الله يخليك. افرض هو عايز يكتئب. مش عايزين اكتئب معايا. اكتئب لوحده هناك بره هنا يشفرفش. انا اول مره اعرف ان انت بقيتي كمان مسيطره. الكرسي ده بتاع السيطره. اتفضل غني. ان انت هتسوقي فيها بقى عشان اكمل السيزون لوحدي شكلي. كله هيتبخر هنا. اقعد على كل كراسي مره واحده. اتفضل قبل ما جرافيك اسبوع. قبل ما اعك اكتر. يلا اقول لكم حاجه انا بحبها للفنان محمد قنديل. وعاتبك وحشني تلات ايام تلات سلامات يا وحشني تلات ايام بايدي سلام وعيني سلام بايدي سلام وعيني سلام وقلبي سلام. ليلتنا نجف يا عماد ليلتنا نجف. البت بيضة 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 البت بيضة وانا اعمل ايه يا ولدي يا ولدي انا حبيت من نار الشوق الجاوية.
ولد انا حبيت وبنار الهان كويت بدري يا بيضة 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 بدري يا بيضة وانا اعمل ايه انتصار بيضة 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 وكاتي بيضة وانا اعمل ايه انت غنيت اغنية حلوة للفيلم بتاع حسن الرداد كان فيلم قصير هو في مهرجان المسرح العربي 32 ان كلام الاغنيه هو كلام الشاعر صاحبي احمد حسن رؤول وتوزيع الفنان سام ايميل والحاني الاغنيه بتتكلم عن الحلم كبير الحلم جوايا وهتحداه مهما ظروفي جت قاسيه بعون الله هتغنيها لنا بقى انا هغنيها لكم هي معانا اوكي ماشي انا مبسوطه جدا بالاغنيه الجميله دي وده بقى صوتك بقى يعني عماد كمان وعلى فكره يا عماد المرحله اللي انت مريت بيها بتاعه التقليد دي مرحله حلوه برضه ومهمه اللي هو ايه قعدت تتدرب بقى وطريقك للشهره لغايه ما وصلت انك تسمع الناس صوتك طبعا ما الواحد بيسلك كذا مسلك لغايه ما يوصل زمان كنت مثلا اشوف اي مطرب عامل اغنيه والناس كلها بتسمعها قاعده اقول امتى صوتي يوصل للناس فواحده واحده اول ما جيت مثلا اعمل البرنامج او اعمل اعلانات او اعمل اي تتر او اي حاجه ممكن الناس تبقى عارفاني مثلا من خلال الراديوز او حاجه زي كده ومحدش عارف انا مين فبقيت مبسوط ان الناس مبسوطه ان صوتي مش متضايقه يوم ما يشوفوا شكلي برضه ممكن ما يتضايقوش الا بقى اذا كان شعر ايدي هيضايقهم هو بس طلع دمه خفيف وكوميديان بسيط لا والله ولفت نظري مش زنبتك لشعر صدره او شعر ايده وبكده نكون وصلنا نهايه حلقتنا النهارده واستمتعنا جدا بكل الاصوات الجميله اللي قالدها لنا عماد وخصوصا بعد ما تعرفنا على شكل عماد وصوته الحقيقي ومش قصدي هنشوفه تاني مش عايزين نشوفه هنشوفه تاني في حلقه تانيه يكون ذاكر الثلاث ستات بتوع نفسنا واللي اتشفطت جرافيك هيذاكرها اعملها جرافيك هيعملها جرافيك ويجي حلقه تانيه جديده يقلد لنا المنافسينات ويقلد لنا طريقتهم والى حلقه الاخرى طب معلش بس في حاجه عايزه اقولها قبل ما تختمي وحاجه مهمه جدا لجمهورنا عماد كمان والى حلقه اخرى من برنامج نفسنا مع ستات منافسينات متوحشات انتظرونا انا مبسوط جدا بجد يعني النهارده انا
حسيت ان انا اول مره اوصل للناس بالشكل ده. يا رب اكون بس دمي كان خفيف عليكم. ده الجنان جامد قوي يعني. طب تحب تتكلم لوحدك من غيرنا عشان اقعدش تشتم؟ لا اشتم ليه؟ انتوا ما شاء الله زي الفل.